بالنسبة لي يوم الأرض هو ذكرى خالدة بتقولنا إنه قبل 40 سنة سلطات الصهيونية قتلوا 6 شباب من شبابنا لأنهم حبوا إنه يتظاهروا ضد الظلم ضد مصادرة الأراضي. ما كان إمكانية إنه الواحد يقدر يشوف أرضه عم تتصادر ويبقى ساكت. احنا اجينا هنا بالذكرى الأربعين ليوم الارض الخالد عشان ما ننساش يوم الارض، ما ننساش الشهداء، ما ننساش اللي صار يوم الارض. يوم الارض يعتبر نقطة تحول من شعب متراجع متخاذل اللي كان متعاون مع بنسبة كبيرة مع القوى الصهيونية اليمينية الى شعب مناضل، الى شعب بعرف حقوقه، الى شعب يمتلك هوية فلسطينية قوية يعمل من اجلها ويقاوم من اجلها. طلع اليوم اهل سخنين فيش عندهم يعمروا، محاصره سخنين من كل الجهات، هذا هو مطلبنا الحقيقي، احنا مش جايين يعني نظاهر ضد الدوله، لا، احنا بدنا حق للشباب تلاقي تعمر.